السلام السلام عليكم. عليكم. النهاردة إن شاء الله جايين لكم بخبر جميل جدا. كلنا عارفين أقمار ستار لينك أو الخاص بمشروع سبيس إكس، ولا إيه؟ اللي عايز يتفرج على أقمار أو عبارة عن نجوم بتتحرك في السماء في قطار، عشان كده إحنا جبنا لكم. وانتظرونا إن شاء الله بعد بكرة، هيبقى في الساعة 4 فجرا، وهبعت لكم وهعمل لكم شيرنج للوقت تحديدا والمكان اللي انتوا تبصوا فيه، وهتقدروا تشوفوا اقمار ستار لينك وهي تمشي كقطار واحد في السماء. ان شاء الله هنشوفها لمده 10 دقائق كامله وهي بتمشي في السماء. استنونا ان شاء الله جايب لكم حاجات جميله جدا الفتره الجايه. ولا ايه رايك؟ محدش يروح بعيد. اوكي، نشوفكم المره الجايه. نشوفكم المره الجايه.